السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. اليوم 13/9/1443 هجري، 13 رمضان 1443 هجري، موافق الميلادي 14/4/2022. طبعا قبل كل شيء طاعتكم مباركة إن شاء الله، وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. إخواني طبعا هذا الفيديو هيك بس مجرد أنه أسلم عليكم، وفي كمان عطل. طبعا هذا عطل بتشوفوا الشاشة شلون عم يصير فيها تذبذب. طبعا هاي الساعة تبع شركة الأوائل وساعة جديدة. طبعا هل زبزبة آخر شي طبعا كشفته انه طلع من شاحن البسكليت او الدراجة الكهربائية. طبعا هلا بدي افرجي لكم شلون عم يصير معنا. طبعا هاي الشاشة عم زبزب، وهون الفيش تبع الشاحن دراجة الكهربائية. هلا اذا طلعنا الفيش شوفوا الزبزبة، اذا طلعنا الفيش ما تم زبزبة يعني. طبعا هاد طبعا حطيت شاحن مرة تانية. طبعا اخواني مو بس يأثر على الشاشات تبع الساعات، مثلا بيأثر فيه على في تجربة مثلا هاي تبع شاشة قبان ارضي، يعني في هالعطل يعني تشوف لك عم يصير وما حدا بيعرف. طبعا باعتبار شاحن البسكليت فيه ترددات عالية، حتى شاحن الشور هدول، وخاصة اذا فيه تهريب. وين التهريب؟ اكثر شيء ملف الشوبر، هذا بيعطي تذبذبات. لذلك اخواني هيك حبيت شاركنا الفيديو للانتباه، يعني اذا شفتوا تشويش او زبزبة او وخاصة الشاشات مثل تبع القبان وشغلات هيك يعني الحساس يعني. وهذا كمان نوع من هاي الشاشة تبع ساعة شركة الأوائل. إن شاء الله استفدتم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.